بسم الله الرحمن الرحيم. احنا لما نفتح كده اخر امثله اخذناها تقريبا، ده اخر مثال احنا اخذناه. اخر مثال احنا اخذناه أخذناه على كلاس اللي اسمه وركر، تمام؟ تذكرة كده سريعة، الكلاس اللي اسمه وركر كان فيه انستراكتور. يكون انستراكتور ده كان بياخد السالري كارجيومنت ليه، بعد كده كان عنده فانكشن اسمها انيوال سالري، كانت بتحسب المرتب في 12، بتحسب المرتب في 12. بعد كده عملنا كلاس تاني اسمه السيلز مان. السيلز مان هو بينهرت او بيكستند من الوركر، بنسميها او بيكستند من الوركر، انهرت بالغلط. طيب ماشي، عمل كونستراكتور ده للسالري والكوميشن والسيلز فاليو، يعني قيمة المبيعات السنوية والكوميشن عمولته والمرتب، دول الثلاثة ايه اتريبيوتس بتاعته. بعد كده عمل الانيوال سالري، بس انوال سالري غير الانوال سالري اللي فوق، هو هيغير النظام اللي كان ماشي عليه الاب. السوبر كلاس ده كان بيضرب في 12، هنا الوضع يبقى مختلف، فهيضرب ايه قيمه المبيعات في العموله عشان تجيب نسبه قيمه العموله زائد المرتب السنوي، وكده بيجيب الانوال سالري. وعمل فانكشن تاني اسمها انوال سالري وزاود كوميشن، هي مطابقه للانوال سعر القديمه بتاعت الكلاس الرئيسي، عشان يعرف نادي عليها اخدنا ازاي نادي بحاجه اسمها سوبر ونادي على اسم الحاجه بتاعت الرئيسي، او بقول باسم الكلاس وركر وابعت له ونادي على ايه الحاجه اللي انا عايزها. وبالطريقه دي قدرنا يعني نستخدم كلمه سوبر او نستخدم اسم الكلاس عشان نقدر نوصل للكلاس الاب الاساسي. وبعد كده كنا بنسترعي بس الفانكشنز بتاعتنا اللي هي الكلاينت كود. الفكره هنا ده مبدئيا كده بس في الريفيجن، انا افتكر ايه اللي احنا واقفين عنده. طيب كويس جدا، يبقى احنا اخذنا ازاي نعمل كولينج البيرنت كلاس ميثود افتر الاوفر رايد، سواء بطريقه البيرنت او سواء بطريقه الايه؟ بطريقه السوبر. ماشي؟ طيب في دلوقتي في خاصيه ثانيه اسمها از سب كلاس. بص، هو في عندنا تو فانكشنز ساعات بنستخدمهم كتير جدا، اللي هو از انستنس، وقلنا الانستنس يعني اوبجكت. يا ريت الناس تتابعني كده واه ولا لا، فاهميني ولا لا؟ لما اكون بقى يعني بشرح يعني. طيب بنقول از انستنس يعني هل هو اوبجكت ولا لا؟ ودي بتوضح لي هل في ريليشن شيب بتوين الاوبجكت والكلاس ولا لا؟ يعني انا عندي كلاس وعندي اوبجكت، كلاس وكلاس بشتغل عليهم، وانا مش عارف الكلاس ده وارث من ده ولا ده مش وارث من ده ولا ايه. فبيقول لي دي الفانكشن دي بتريتيرن ترو اوف ذا فيرست باراميتر اللي هو الاول، خلاص is instance of second parameter، يعني لو الاول وارث من الثاني من الاخر. اسف، الاول object من الكلاس، الفرق ما بين الاول object من الكلاس وما بين is sub class. في is instance يعني ده object من الكلاس ولا لا؟ is sub class بتديله السب وتديله السوبر، بيقول لك صح ولا لا؟ تعال نجرب ال is instance وال is sub class، بس تنفعني امتى؟ ساعات لما يبقى انا مش انا صاحب ال، تبقى ساعات مش انا صاحب الكود،
بيبقى بستخدم مثلا لايبراري متاحه او حاجه، وانا مش عارف مين اللي يعني عملوها ازاي، او مين بيورث من مين، او محتاج اتعرف يعني. لكن لو انا في المثال ده عشان يبقى قدام عينيا نفهم الفكره، احنا كنا مثلا معرفين الوركر، صح؟ معرفين الوركر هو على 12000، صح؟ ففعليا ال W1 ده اوبجكت، ال W1 ده ايه؟ اوبجكت. والكلاس اسمه ايه؟ خلاص تمام. يبقى انا لو هقول از انستنس، يبقى انا لو قلت له برنتلي اطبع از انستنس، نعم الكلمة خطأ. طيب صلح is instance، وهنا ايه work. ادي is instance، وايه بعت له object وبعت له مين الكلاس، بعت له object وبعت له كلاس. لو جيت قلت سيف في 5 قال لي ترو، ايوه فعلا ده object من الكلاس ده. طيب انا كنت عملت مثلا ايه S1، وقلت ان ده راجل سيلز، قلت له راتبه 12، وبعت له كوميشن العموله بتاعته مثلا 10%، ومبيعاته مثلا 53 350000، ماشي. قلت له حلو. خدوا بالكم از انستنس، لو انا جيت عملت لها العكس يعني عملت كده، يعني اديته الكلاس وبعت له اوبجكت على عكس اللي هو بيطلبه تماما، هيطلع لك ايرور. تمام؟ لا احنا سيلز مان، وانا معترض على سيلز مان، هيطلع لك ايرور هنا. قال لك ايه؟ از انستنس الارجيومنت ماست بي تايب اور دبل اوف تايب. يعني انا عايز النوع الثاني ده يبقى نوع ما يبقاش اوبجكت يعني، وبالتالي ده بالنسبة لنا ده غلط. طيب لو أنا أخدت نفس الكلام وقلت له S1 هل هو نوع من الوركر؟ هل S1 نوع من الوركر؟ وجيت رميت، طبعا هيقول لي دي ممكن تكون طبقه شوية، يقول لي ترو، مع إنه المفروض يقول لي إيه؟ يقول لي فولس، صح؟ لو قلت له إكس بتساوي 15، اكس بتساوي 15 قلت له اكس نوع من الوركر ودوست في 5، قال لا اكس مش نوع من الوركر. تمام؟ طيب اخر حته عايز اكد عليها، تعال نعمل العكس. احنا عرفنا ان W نوع من الوركر والاس نوع من الوركر، على اساس ان في وراثه، على اساس ان في ايه؟ ان في وراثه. فده هو ده كلاس، ده هو كلاس ده. لكن لو جيت عملت كلاس انا انه بس كلاس اي كلام يعني، تمام، كلاس غير معروف كده، قمت عامل جواه بس كده فاضي يعني، كلاس فاضي، كلاس ايه؟ فاضي. وبدي قمت عامل ايه؟ ايه تساوي انونيمس، الكلاس اللي اي كلام ده دلوقتي. بس المهم ان هو يعني ايه دلوقتي اوبجكت ولا ايه؟ ده انا عايز اقول ان ايه اوبجكت، مش بس ورقه عشان اكس فاريبل ذو قيمه مباشره بلت ان فانكشن يعني، لا بلت ان تايب، اسف، لا ده الاي بتساوي نوع من نوع من انواع الاوبجكتس. طب لو انا جيت عملت له كده اي من النوع وركر، هيرد عليا يقول لي ده جزء في 5، قال لي برضه لا. يبقى هو هنا اتعرف على الاس والدبليو بسبب مين؟ بسبب الكوست. لازم تكون حاطط في بالك. نعم.
انه لو في وراثه هيطلع اللي هو انستنس منه. ده انستنس ايه؟ يا دكتور بعد اذنك، هو المقصود بانستنس هنا ايه بالظبط؟ معلش. قلنا انستنس يعني اصلا يعني اوبجكت. زي مثل يعني. لا مش هي انستنس يعني اوبجكت. مش زي ولا حاجه. انستنس اوبجكت. بقدر استخدم كلمه انستنس بديله لكلمه اوبجكت مباشره. لان الاوبجكت هو عباره عن انستنس من كلاس. انستنس لو لغويا ممكن نمشيها مثلا ايه؟ تمثيل. تمثيل فعلي. ففعلا الاوبجكت اللي هو دبليو 1 او اس 1 الاوبجكت هو التمثيل الفعلي لمين؟ الكلاس. لكن الكلاس ده احنا اتفقنا عليه بنسميه ده البلو برنت. يعني ايه البلو برنت؟ يعني النسخه الاساسيه اللي هي ما بتتغيرش، اللي هي قالب الحلوى زي ما شرحنا. يعني ايه كلاس؟ قلنا هو عباره عن قالب، ما هوش الفعليه. لكن الانستنس فعلا هو الاوبجكت. الانستنس فعلا هو الاوبجكت. دكتور في سؤال. دكتور الكلاس لو ما حطينا عليه، ما حطينا له باس، خليناه فاضي، في بصير ايرور في البرنامج؟ قصدك على ال لو ما حطينا باس. قول لي انت ما اشتغلتش جوه الكلاس يعني، عرفته بس. طب عندي سؤال اخر. اوكي. طب بصير الواحد يعمل كلاس بملف والكود المين كود الرئيسي في ملف ويعمل له امبورت الكلاس؟ عملنا كده يعني. هو عملنا في الباكج. ما هو هي هو ايه باكج؟ ما هو فايل. يعني الموديول اللي احنا اخذناه عباره عن ايه؟ مش فايل؟ طب احنا ما هو فايل. لو انا جيت قلت امبورت كان اسمه ايه؟ اكزامبل 104 صح كده؟ هنا قال لي worker اقول له مثلا. انا طبعا هنا طبعا ممكن لو انت فاكرين احنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقدر نعمل امبورت لاكثر من ايه؟ لاكثر من من اكثر من كلاس. لا ما بنعملش امبورت للفانكشنز لو هي قصدي الكلاس. يعني لو هي اصلا في الاساس فانكشنز فاحنا بنقدر نعمل نقدر ننادي على فانكشن. لكن لو انت كلاس خلاص انت في الحقيقه انت بتنادي على الكلاس كله على بعضه، صح؟ انت بتنادي على الكلاس كله على بعضه، او بتعمل يعني امبورت للموديول كله على بعضه، مش بتتكلم مع فانكشن معين او شيء معين يعني. فاحنا احنا كده ممكن نعمل امبورت تمام، او نقول فروم ونديله اسم الايه؟ اسم الكلاس. بس احنا مش عايزين نديله اسم الفانكشنز نفسها، صح؟ نعم. بس هو ليه ما شافش؟ هو المفروض ان انا كنت عايز اقول له امبورت بشكل مباشر عشان يعني اعمل امبورت بشكل مباشر عشان انا مش عايز احدد. يعني اقول له فروم واعمل له ايه؟ واعمل له امبورت. بس هو كده انا هضطر احطه جوه باكج عشان اقدر اشتغل، فاهمني؟ لان دي كلاسز مباشره، ما هياش فانكشنز. هضطر اعمل له باكج يعني. انا في سهل خلاص. نعم ماشي. بس يعني القصد انه اذا بدي استدعي الكلا يعني احطه في باكج افضل زي هيك. نعم معلش تاني قول. معلش يعني انا القصد انه يعني نعملها زي نعملها مبدا الباكج زي كده. فروم انا عملت بس يعني امبورت استرس جيب لي كل اللي جواها يعني. مشيت معايا. لان انا جيت قلت امبورت هنا على طول يبقى طبعا هيضرب معايا على الوركر. المفروض بقى كده اقول الوركر يعني انا دي كده اوص بدا يتنقل على مين؟ استاذ زمان. يعني انا مش عايز اعمل كده. اقول له ايه؟ مش عايز يعني اكتب اسم الفايل يعني.
نعم نعم اعمله from import from example مش عارف ايه import start كله عشان يبقى جاهزين كلهم كاسماء بدل ما انا يعني اخلي الكود بتاعي زي ما هو يعني وبالتالي اشتغلت معايا كده مش مشكله. انا كنت مفكرها بس الباكجز نعملها طلع على الكل يعني وصلت الفكره. لا هي بس فكره الاسم هنا مش بنعرف نكتب الاسم بالشكل اللي هو لكن هو اسم بس لكن طبعا تعرف تعملها باكج ما الباكج عباره عن فولدر يعني مش حاجه يعني ما هي في الاول والاخر يعني يعني الموديول ما هوش حاجه في الـ في الـ في اللي اسمه ده البايثون وكذلك الباكج غير بقيه اللغات البرمجه بندفاين الباكج بندفاين الموديول بندفاين الدين يعني ليها كود فاهمني لكن هنا هي بس جاست الفايل او جاست الفولدر وخلاص طيب كنت بقول ايه احنا دلوقتي واقفين عند ايه السب كلاس اكيد كده انا جاوبت اسئلتك ولا انا معلش انا تعبان شويه فمش مركز قوي ولا في اسئله انا ما جاوبتهاش لسه طيب ايه السب كلاس بعت السب كلاس ومعتقد ببعت السوبر كلاس غير is instance ده object ولا مش object خلاص دي object ده object ولا مش object لو انا اخدت دول زي ما هم كده بس هغير بقى اقول له is ايه is subclass خدتهم كلهم طبعا ايه السب كلاس هل هو يعني طبعا مش هياخد مني اوبجكت وبعد كده كلاس ده غلط لما مش هياخد مني اوبجكت وكلاس ده هو بياخد كلاس وكلاس بس سب وسوبر فالكلام ده مش هينفع هو عايز ياخد ايه مثلا اقول له سيلزمان سيلزمان هل هو سب كلاس من الوركر يعني سيلزمان ده تحت الوركر يعني الوركر هو الاصل وده وارث منه ادي واحد وتعالى نقولها بالعكس ادي الوركر ولا السيلزمان طبعا ده هيجيب لي فولس شوف بقى اصل دي مش تبادليه زي اللي فوق صح؟ مش تنفع الاوبجكت هيطلع ايرور على طول يعني لو جينا جربنا خليه عشان اوريه يعني الاكس طبعا هيضرب على طول لان ده قيمه مباشره طب الاي لا الاي مفيش مشكله الاي ده كلاس بس ينادى على الكلاس مش على الاوبجكت ذات نفسه هنادى على مين؟ على الانونيمس صح؟ ولا بس من الوركر ولا لا؟ طبعا هو مش من الوركر. هو المفروض كل ده مش صح الا ايه؟ الا اول واحد ان السيلز مان فعلا ايه؟ سب من السوبر اللي اسمه وركر صح؟ بس نعمل فاصل عشان دول تقريبا هيطلعوا كلهم ترو فولس والكلام من ده عشان ناخد بالنا مين بتاع ايه؟ طبعا دي الغلطه اللي احنا قلنا عليها. هي ده مش هينفع صح؟ ده اوبجكت ما هواش ايه؟ ما هواش كلاس. قال لي طبعا الوحيده اللي جت معايا ترو اللي هي الاولى زمان سب من الايه؟ من السوبر اللي اسمه وركر اما الباقي ده كله لا. الباقي ده كله ايه؟ الباقي ده كله لا. دي كانت بس يعني از انستنس واز سب كلاس مفيدين يعني. مفيدين بالذات لما يكون الكلاسز دي احنا مش احنا اللي عاملينها بايدينا يعني. دكتور بعد اذن حضرتك دكتور ممكن بس راجع على الشريحه دي يعني بعد ما شفناها اكواد حضرتك تراجع عليها كده بس استوعب اللي خدناه في الكود دلوقتي يعني الفرق بين الاي سب كلاس والانستنس. حاجه اسمها فرق دول اثنين فانكشنز مساعدين لينا بنستخدمهم احنا مش بنتكلم على الوراثه يعني طب ثواني بس كمل كده يعني اقصد ايه؟ عايز اقول ان احنا مش حاطينهم عشان نقارنهم لا لا ده اثنين فانكشنز احنا حاطينهم مساعدين بيستخدموا بشكل دوري كتير جدا فبنقول ايه تكشف لي الاوبجكت والكلاس بديله اوبجكت بديله كلاس هو يقول لي فعلا الاوبجكت ده هو تايب من الكلاس ده ولا لا الاوبجكت ده تايب من الكلاس ده ولا لا تمام يعني اما هنا نعم لما يكون الموضوع تايه مني مثلا وانا شغال مثلا مش عارف مش فاكر ده تبع ده ولا لا ولا ايه الحكايه؟ طبعا مش بس بتفتكر
ممكن زي ما قلت في الاصل يكون اصلا دي موديولز او باكجز انت اصلا جايبها من على الانترنت وتستخدمها وانت مش عارف مين جاي من فين. انت خد بالك ان الاوبجكت ده ممكن يكون اوبجكت من الكلاس رقم 3 وكلاس رقم 3 وارث من كلاس رقم 2 وكلاس رقم 2 وارث من كلاس رقم 1. فانت بتقول له وريني الاوبجكت ده بقى هو اصلا من اصل كلاس 1 ولا لا. ده حاجه دلع يعني، مش دلع عشان ما يروح ما يتوهش كتير. لا انت ساعات بتبقى محتاج تعرف المعلومه دي، ساعات بتبقى عايز تعرف هو ليه علاقه بيه ولا مش ليه علاقه بيه. لان انا لو عرفت ان هو ليه علاقه بيه كانهيرتنس انا ممكن استفيد بده، فهمتني؟ لو عرفت ان ده ان الاوبجكت ده هو فعلا هو انستنس من كلاس تاني رغم ان الواحد بيتكلم عادل لما بينزل حاجه يستخدمها بيبقى عارف اللي جواها ايه وعارف الدنيا ماشيه ازاي، الدنيا ماشيه بتسلسل ما هو ماشي في المشروع من البدايه. ف الحكايه ممكن تكبر فتوقع منه مثلا. لا بص هو ماشي اقول لك كمان على حاجه ثانيه بقى. خلاص يا عم انت عارف وجيت قمت عامل لي انت عامل فانكشن، كنت عامل فانكشن هنا مثلا ماشي. الفانكشن دي هي بتاخد منك مثلا اكس واي. خد بالك ان لغه البايثون ما بنعرفش التايب اصلا، يعني ممكن اقول له خد اكس وخد واي صح ولا ايه؟ يعني انا باخد يعني لما اجي بعمل ديف، يعني لو جيت عملت هنا عملت ديف مثلا، جيت قلت ديف مثلا انتهى الفان 1 مثلا فانكشن معين، الفانكشن ده اديها سيلف طبعا صح؟ كنت مديها اكس، اكس دي نوعها ايه؟ اه انا فعليا اكس دي انا بستقبلها از يعني از باراميتر او از ارجيومنت، بس انا فعليا انا مش عارف اكس دي عباره عن ايه. بس ساعات ببقى مضطر جوه الفانكشن هنا انا اسال ان لو كانت الاكس مش نوع من انواع الانونيمس مثلا اقول لك معلش احنا اسفين مش هاخدها. يعني ممكن اجي اقول اف ان اكس او نو بقى از انستنس از انستنس مين يا عم؟ قلت له اكس لازم تكون من النوع الانونيمس خلاص. طبعا دي هترجع لي ترو او فولس يعني. طب لو كانت ترو او مثلا تعالى نعمل ريتيرن 5 اي حاجه يعني، يعني هتعمل العمليه بتاعتك عادي مفيش مشكله تمام. ايلس معناها ان دوت انا يعني الفكره دي انا رافضها صح ولا ايه؟ وانا مش هقدر اتعامل مع حاجه الا لما يكون من النوع انونيمس، لان مثلا النوع ده بالنسبه لي هو ده اللي هعمل عليه الشغل، وبالتالي هنادي على الفانكشنز اللي فيه، وبالتالي الاكس دي انا مش عارف هي مش ما فيهاش الفانكشنز اللي في الانونيمس، وبالتالي انا هرفض العمليه. يعني انا بالنسبه لي ده كده يعني مش صح يعني، فاهمني؟ فالموضوع صعب انا محتاجه لان انا ما بقاش محدد التايب. يعني التايب هنا اديتها تايب مش ريستريكتد يعني مش اجباري، وانت شغال مش بتجبر اليوزر عليه. وبالتالي انا ممكن اقول له مثلا ممكن اعملها باسيرت، وممكن طبعا اعملها ب بريز تمام، واقول له يعني طبعا ممكن اطلع اقول له اكسبشن وخلاص. يعني انت مش حد رساله ولا حاجه، أو مثلا تمام نجربها الفانكشن دي. تعال ننادي على الفانكشن دي مره مع الانونيمس يكون حاجه انونيمس، ومره تكون حاجه مش انونيمس، ونشوف. لو انونيمس يعني هاجي هنا عندنا ايه صح ولا ايه؟ ليه ده انستنس من انونيمس صح؟ فالاي لو قلت له دوت وناديت على فان 1 هي يعني مش ظاهر هنا، بس ممكن يقول لسه ما صحيش من النوم فان 1 وقمت بعت له الايه مش مشكله.
طبعا لو عملت برنت المفروض يطبع لي ايه 5 في 5 صح. دي العمليه اللي احنا قلنا اي حاجه اي عمليه قلنا برنت بس بعت له هنا الاكس صح. الاكس ده بالنسبه لي 15 ده مش انستنس من الانونيمس صح. لو جربت قال لي ايه الاولانيه جابت لي 25 ايه 5 في 5 والثاني طلع لي كونفليكت ايه دي تايب انواع البيانات مضروب صح. ليه ليه القضيه اللي احنا عاملينها اللي احنا اصلا عاملينها احنا اللي عاملينها ومصدقها. الموضوع مش ترفيهي ده احنا بنحتاجه عشان نبقى متاكدين لان ممكن يكون عندي فانكشن معينه لازم يكون النوع اللي وصل لها كذا. وايه سب كلاس؟ لان ممكن انا اخد الانونيمس او اللي وارث منه لان اللي يهمني ان يكون انونيمس وعياله مثلا. فهمتني؟ تمام. نفس الفكره ان انا هو لازم يكون انونيمس ليه؟ لان انا مثلا ممكن اكون هنادي على حاجه تخص الانونيمس. فلو هو مش انونيمس انا هنادي على فانكشنز كلها تضرب. مثلا لازم اتاكد الاول ان اللي مبعوت لي انونيمس علشان اقدر اشتغل عليه. طب وافترضنا حاجه وارثه من انونيمس ساعات ممكن تقول لا. لا ده لازم يكون انونيمس بعينه وساعات ممكن تقول لي اه انونيمس او اللي وارث مفيش مشكله. فهمتني؟ ايوه حضرتك تمام. وبالتالي السب كلاس واز انستنس مهمين جدا. ماشي كمل حضرتك. المهم تكون وصلت يعني. وصلت واضح الكلام. تمام كويس جدا. احنا مش اخذنا قبل كده انا بس بفتكر حاجه معلش. عشان اخذنا قبل كده ازاي بنتشيك يعني الداتا تايب يعني ايه؟ يعني نفس المشكله اللي عندي. يعني ايه نفس المشكله عندي؟ انا ساعات ببقى برضه مبعوت لي اكس او مبعوت لي واي وانا مش عارف الاكس او الواي اللي مبعوته لي دي التايب بتاعها ايه؟ وبالتالي اخذنا حاجه اسمها التايب لو تفتكروا. اخذنا حاجه اسمها الايه؟ فاكرين الفانكشن اللي اسمها تايب؟ ولا مش معايا؟ ايوه الفانكشن اللي اسمها تايب دي كانت بالنسبه لي كانت بالنسبه لي مهمه لان كانت بتكشف لي وانا ايه النوع اللي انا بتعامل معاه دلوقتي؟ ايه النوع اللي انا بتعامل معاه دلوقتي؟ والا هيبقى عندي مشكله. ومش هبقى عارف انا بتعامل مع مين. يعني مثلا انا واخد فانكشن بتبعت لي انت مثلا اكس واكس ده المفترض يبقى رقم فما ينفعش تبعت لي مثلا في مكتوب فيه احمد مثلا صح ولا ايه؟ مش هينفع كاتب لي فيه احمد. تمام. وبالتالي هيطلع ايرور لو حصل كده. هيطلع ايرور لو حصل ايه؟ لو حصل كده فانا ببقى مضطر ان انا اشيك عليه. فساعتها لو تفتكروا قلنا ايه؟ دي فانكشن مثلا. خليني اكتب لكم فانكشن ثاني ماشي؟ اللي هي فان 2 وهنا انا عايز اكس دي تكون يعني رقم مثلا سي يعني. فانا مش هينفع معايا از انستنس صح؟ كنا بنشتغل بمين؟ بتايب. كنا بنشتغل بتايب. واقول له تايب اوف اكس تمام؟ واقول له از مثلا از انت. لو از انت هتقول لي اكس في 2 مثلا. غير كده انا رافض. غير كده انا ايه؟ انا رافض. طبعا في عندنا انواع طبعا يعني لو انا جيت قلت برنت بس عشان تفتكروا الانواع كان عندنا الفلوت والسترنج اللي هي الاس تي ار والانت صح ولا ايه؟ لو جينا عملنا تايب الحاجات دي احنا عدينا عليها الكلام ده عدينا عليه زمان. اللي هو هيطبع لي الاسم صح؟ عملته طباعه بس. لكن هنا برضو الاكس لو انت هيضرب في 2 الس هيضرب ايه؟ هيطلع لي ايرور. دي فانكشن 2 فانا فانكشن 2 لو اخذنا نفس المثال ده بس طبعا المثال ده هيطلع ايرور دلوقتي فانا هوقفه عشان نقدر نكمل بعد كده.
لو انا هنا بقى ناديت بفانكشن 2 ايه اللي هيحصل يا شباب؟ العكس اللي هيحصل. فانكشن 2 لما هيوصل لها الاي هيبقى ليه ساعتها مين؟ ما هواش من ما هواش انت الاي نوع انونيمس صح؟ ولما الاي نوع انونيمس هيضرب لان انا قايل له اف ان از انت ماشي انس يبقى هيريز الاير وبالتالي هيريز الاير وبالتالي هيريز ايه؟ هيريز الاير فانا هخليه بس في الاخر مؤخرا عشان هو ده اللي هيضرب يعني. اما هنا بعت له الاكس والاكس بالنسبه لي ايه؟ رقمي هو احنا معرفينها اكس ب 15 رقم انت وبالتالي ده هيمشي حاله ده هيمشي ايه؟ طبعا الفلوت مش هيمشي حاله احنا متاكدين ان التايب يكون از انت بس لو انا عايز اقول اور فلوت هقول له معايا اور ان التايب اكس از ايه فلوت صح كده؟ تمام طيب لو جيت الرقم اهو قال لي 25 وقال لي ده الكلاس ده نوعه انت وما كانش في عنده مشكله 30 15 في 2 وهنا قال لي ان انت على كلاس اسمه انونيمس اللي هي البرنتايه اللي احنا بنعملها بتاعت الطيب صح؟ 25 دي بتاعت القديم دي مالناش دعوه بنتكلم ان اول حاجه طبعا ان انت وجاب لي 15 في 2 هنا الانونيمس خلاص وعمل لي كونفليكت ليه؟ لان نوعه انونيمس نوعه مش انت وبالتالي طلع لي كونفليكت في الايه؟ في الديتا تايب بتاعتي مظبوط؟ فدي كده زي دي مش بيشرح دي حاجه اساسيه ان احنا بنقدر نتعرف يبقى مضطرين عايزين احنا نتعرف على نوع البيانات فبنعرف ايه انستنس وايه السب تايب وكمان نضيف معاهم دلوقتي اللي هو التايب مع ان هي دي كانت قديمه عشان كده ما كتبتهاش لكن هي برضو من الداتا تايب تشيك يعني ممكن نسميها كده. تمام؟ اللي هي ازاي افحص نوع البيانات اللي انا شغال عليه سواء بالتايب او بالانستنس او بالسب ايه؟ او بالسب كلاس كل دي طرق بتعرفني انا شغال على الداتا تايب ايه او ده من ده وده وارث من ده ده مش عارف ايه ده نوعه ايه ده مش نوعه ايه وكده. واحد يقول لي كده وضحت يا دكتور ممكن نعم كده وضحت يعني الحمد لله. واحد تاني برضه ممكن يقول لي هو انا ممكن استخدم التايب دي في بدل الايز انستنس والايز سب كلاس اقول له بص بدل الانستنس ماشي الحال لكن بدل السب كلاس لا بص لان السب كلاس ليها وضع مختلف السب كلاس بتقارن تايب بتايب لكن دي بتقارن ايه فاريبل بتايب تمام وانت بتقارن هنا ايه فاريبل بتايب فماشي الحال بمعنى بتوسعوا ماشي يا خير وانت ولا انا اللي بوسع حد عارف طيب لو انا جيت عملت كده هي ارزاق بتساق يا دكتور ايه؟ ارزاق بتصاق طيب التايب هقول له تايب اوف اكس از ايه بقى؟ از انونيمس صح ولا ايه؟ لو از انونيمس هو قايل له كده تمام هقول له 5 في 5 عشان بس ايه ما عنديش وقت لو از انونيمس صح؟ انس هقول له لا معلش بقى مش هعديه دي فانكشن 3 انا عايز يجيب ايه يجيب يكون النوع طبعا احنا هنا عرفنا ان ده هيعمل كونفليكت فانا هوقفه عشان اكمل بيت الكود عشان ما يعلقناش قوم جاي مزود بقى هنا بقى ايه فانكشن 3 فانكشن 3 المفروض الاكس هتضرب صح لان احنا محددين لازم يكون نوعه انونيمس والايه هي الانونيمس اما الاكس دي كان انت وبالتالي ده اللي هيمشي حاله وهيطلع لي اللي هي 5 في 5 اما ده هيضرب لان التايب مش هيبقى انونيمس صح؟
فويندوز 5 فقال لي ماشي، لكن الثاني هو اللي ضرب بايه بالكونفليكت في الداتا تايب. يعني ده اللي انت ثواني عشان كاتبين انت ولا ايه؟ انا بس عشان البرنتات بتقرا يعني ما مش طالعين حد بعض كامله، هنبقى بس نتائج بس وتبقى مش عارفين العمليه. احنا هنا اهو لما بعت له انونيمس قال لي 5 في 5 ب 25 صح؟ ما عندوش مشكله. لما بعت له الانت ضرب زي ما احنا قلنا صح؟ الاكس ما عجبتوش